تعرف كيف تساوم وكيف تفاوض، كيف تعتصم وكيف تضرب. حركة التغيير طوال الخمس شهور اللي فاتت اللي انتقلت لصفوف العمال حققت أكتر من حققته حركة التغيير طوال السنتين أو الثلاثة اللي فاتوا. لابد أن نتحد كل قوى المعارضة، نتحد على نقطة واحدة، كلنا مختلفين في الأيديولوجيات، كلنا مختلفين في الرؤى السياسية، لكن كلنا ضد التعديلات الدستورية، كلنا ضد توابع التعديلات الدستورية، ضد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضد قانون المحاكم العسكرية، وضد قانون تعديل السلطة القضائية، وضد قانون الإرهاب. ما نقدرش ننزل لوحدينا كحركة موحدة في مواجهة هذا النظام. أقول في يوم التعديلات الدستورية لو أرادت